قلت لي انك عايزني. سامع؟ اصبر شويه لما القعده تكمل. ليه؟ في حد تاني جاي ولا ايه؟ السلام عليكم. اهلا، ده انت عامل اجتماع موسع بقى. طب واحنا هنضيقها على نفسنا ليه؟ طيب نتكلم بقى عشان عندي شغل. يلا جهزت نفسك لسفريه الصين؟ لسه الوقت ما في. انت عرفت منين؟ هو مش معرض كوانز السنوي قرب خلاص؟ اللي بالحق. هو انت بتسافر كم مره في السنه؟ بسافر مره خلص فيها كل شغلنا، ولو عاوزني حاجه بعد كده الوكلاء الصينيين بيبعتوها. ها بتاخد معاك كم مليون يا جو؟ ايه يا جماعه خير؟ انتوا فاتحين لي تحقيق ولا ايه؟ والله طب وانت بتقفش ليه يا اخي؟ ده احنا اخواتك وجايين ندردش معاك ساعه صفا. وانا بقى ما عنديش ولا وقت لدردشه ولا لساعه صفا، لان عندي شغل. ايه؟ عندك حاجه اهم من اخواتك حبايبك؟ عندي سفر وعندي شغل. ما هو ده بقى الموضوع يا يوسف اللي احنا جايين عشان نتكلم معاك فيه. خير؟ انت عارف يا جو ان الحاج دلوقتي اعصابه تعبانه بعد حكايه الخطف دي، عشان كده كلنا لازم نبقى ايد واحده، ولازم الشغل يمشي احسن من الاول بكتير. باللي بتعملوه ده انتوا معطلين الشغل. ما هو علشان احنا شايفين ان المسؤوليه تقيله عليك قلنا تشيل معاك. تشيلوا معايا ايه يا حبايبي؟ احنا عرفنا ان انت بتسافر بخمسة مليون دولار تجيب بيهم طلبيات. خمسة مليون دولار يعني 30 مليون جنيه. لازم حد يشيل معاك يا يوسف. ما هو كمان ما ينفعش يبقى احنا موجودين ونسيبك تتعذب بالحمل ده لوحدك. حد مين بقى يا استاذ وحيد؟ انا. ايه؟ انت ايه؟ انت مش فاهمة؟ انت هتعرف ايه في الصين عشان تسافر معايا؟ ما هو مش هيبقى لوحده يا يوسف. ايه؟ العيلة كلها هتسافر؟ رايحين رحلة لناطر احنا؟ انا بس اللي مسافر معاكم يا جو. وانت مسافر تعمل انت كمان؟ عندي شغل. رايح اعمل ملف صحفي عن البضاعة الرديئة اللي بتيجي مصر. وهتفق على مكان الجرنان الجديد انا والحاج جاد. ايه؟ جد؟ جد ايه؟ جد ايه؟ يا ابني اهدى اهدى. هتعور نفسك كده. خد الامور ببساطة. واعمل حسابك انك مش هتطلع السفرية دي غير وحيد معاك. انت يا فردوس فين الاكل؟ لا اله الا الله، انت يا زفت اللي اسمك جنه، انت يا بت يا نيله يا جنه. النهارده يا حاج جنه ما بقتش شغاله في البيت ده. ليه؟ هي خرجت راحت فين؟ لا ما خرجتش ولا حاجه، بس زي ما تقول كده هتبقى واحده من اهل البيت. اصل انا هتجوزها. تتجوزها؟ تتجوزها ما تتجوزهاش، بس انا ما تهمنيش. المهم اما اندى عليها الاقيها. بعد كده هي في البيت ده عباره عن خدامه وبس. عايز تتجوزها خدها وغور بيها من هنا. كلمني بقى باسلوب مختلف شويه، مش كده بقى. يعني ايه يالا؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده يا ليل؟ بلاش بلاش بقى، بلاش بقى يا حاج بقى، بلاش شتيمه بقى، خلونا نقعد نتكلم شويه كده مع بعض. انت مش شايف الزفت ده بيرد عليا ازاي؟ معلش يا حاج، حقك عليا انا، حقك على راسي. خلاص خلاص يا وحيد، انت كمان نتكلم بعد ما الحاج يخلص اكل. انا مش عايز اتكلم، انا اللي عندي قلته وخلاص. جنة هتبقى مراتي قريب قوي. ربنا يخليك ليا يا سوحي. غور يا بنت انت من قدامي. قلت لك ما تعملهاش كده. خلاص بقى، خلاص خلاص، كفايه بقى زعيق وشتيمه. تعبت، اعصابي تعبت من كتر خناقات كل شويه. الله، انت اللي هتزعق في ودني؟ انت وحكيت خلاص، ما عادش بيسع كلامي، ما بقاش ليا تغيير وسطيكوا. جابكوا نيله، ده انتوا نيله ناس. جابكوا مرض على وسخك. انت فعلا معاك حق، احنا تقريبا بقينا في مشاكل طول الوقت، بقت حاجه تزهق. يلا 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 خلونا ناكل. خش يا بنت يا جنه اندهي فردوس وحسونه، خلينا نقعد ناكل مع بعض، الكراسي كتيره اهي. لا ده حاجه بقت مش طبيعيه فعلا. اوف حلو قوي، لما الست تبقى تبع جوزها بيبقى حلو برضه. انا هروح اشوف راح فين. قول له ان دلال مراته خارجه بكره، خليه يواسيها في ابنها اللي مات في بطنها. منه لله بقى اللي كان السبب. يلا يلا خلونا نقعد ناكل، اهو كده نعرف نستطعم الاكل. ايه اللي عملته ده يا اخي؟
ده كلام يا ابني، انا مش قلت لك بلاش تتكلم في اي حاجه عشان ما تصطدمش بيه؟ ما قدرتش. ده ما فكرش يسال على مراته ولا كان حد مات له. ده ابنه اللي مات يا حاجه، ابنه. هو طول عمره كده يا ابني، قلبه جامد، عمره ما اهتز لاي شيء في الدنيا. طب تخيل بقى لما كان اي حد من العيال يعيا هو صغير ولا يحصل له اي حاجه، كان يقول للمرحومة الله يرحمها لما المرض يخرج من البيت بيبلغيني علشان اجي. ساتر يا رب، ده لو دخل امتحان الابهات ياخد 0/10. يا وحيد كفايه كده، ده بابا على فكره اللي انت بتتكلم عليه ما ينفعش نتكلم عليه كده. معلش حقك عليا، ما تزعليش يا اجمل وارق اخت في الدنيا. شايفه يا بت؟ شايفه؟ اتعلمي اتعلمي، جايز تبقي زيها. يلا يا حاج اقعد عشان ناكل. يلا يا بت اقعد يا سمر، اقعد يا حسونه. يلا بسم الله. اسمعني بس، انا هقول لك، انت بس ادي له الشيكات. طب اقول لك على حاجه، انا ما اشوفك، انا ما اشوفك، انا هحلها. خلاص مالكش فيه بقى. يلا سلام سلام. اجرى يا حاج. طب والله العظيم خير، كل اللي هيجي خير. خير منين هيجي الخير والنصايب نازله على دماغي بترف؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله، اخواتك يا حبيبي قاعدين لي زي قرد قطعه. بقول لك يا حاج، انا عايزك اليومين دول بالذات تخلي اعصابك كده في ثلاجه. ما ينفعش كده. انا عن نفسي اخر مره هروح عندكم البيت، بصراحه انا كنت قاعده مخصوص عشان مستنيه الحاج، لكن غير كده خلاص اللي بيحصل عندكم ده قله ادب ومهزله. ما انا معاكي. اقول لك على حاجه، طب انا رايي بقى ان انتوا تقعدوا هنا اليومين الجايين دول. ومين قال لك ان انا هقبل الهبل ده؟ بس الله، يعني واحده خدامه عايزه تساوي راسها براسنا؟ ده ايه المصيبه السودا دي؟ والتاني اللي اسمه ايهاب ده لو طلع بكره انا شرالي في خبر، هتبقى مصيبه فوق المصيبه. المصيبه اللي بجد في الواد كمال ده، ابن سعاد. الواد ده ما بيطقنيش بجد. وانت السبب يا يوسف. انا السبب ايه بس؟ يا حاج بس انا عملت ايه بس؟ انا كنت قاطع رجله، كنت بعده عني، منعه يخش البيت او الوكاله، وكان بيعمل لي 100 حساب. قعدت تقول لي مش كده يا حاج؟ سامعه يا حاج؟ قربوا منك يا حاج؟ اديني نيلته، ومن ساعتها والنصايب نازله تلف على دماغي. معلش يا حاج، يوسف اكيد ما كانش قصده، ما يعرفش انهم بقوا مع ساب على بعض. بقول لك يا حاج، ممكن تريح نفسك انت وتسيب لنا المشوار ده؟ سوري يا جماعه، انا عارفه ان الوقت مش وقته يعني، بس غصب عني انا كنت محتاجاك تحضر لي نص مليون دولار، مزنوقه على الاخر، البضاعه في الجمارك مش عارفه اطلعها. انا اسفه قوي يا سعيد، انا اسفه. يوسف شوف خالتك لقاء عايز ايه ونفذه. ايوه انا تحت امر خالتي، بس اصل السيوله صعبه. السيوله ايه؟ خلاص خلاص، ما تقعدش تدور على كلام تقوله لي. فوت عليا بكره الصبح وانا هاخدك ونروح البنك. لا 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 لا، يعني الحسابات السريه دي ما بتطلعش غير للحبايب ولا ايه؟ ما تتكلمش انت عن الحبايب، ما انت من الحبايب برضه. وبعدين بصراحه انا في دماغي فكره كده، لو تمت ان شاء الله هقطع رقابيهم كلهم. ماشي تأمرني يا حاج. ومش عايز حد من البهايم دول يهوب ناحية الوكالة. يهوب ناحية الوكالة بس؟ طب ده في واحد منهم يمكن يجي معايا الصين. ايه ايه ايه؟ الصين كمان؟ لا، ده لما يشوفوا حلمة ودنهم. ليه ليه يا حاج؟ خليهم يجوا. على الاقل الواحد مره واحده يخش المطار وهو مطمن. سيبهم لي انا بقى يا حاج، انا هلعب.